دروب كابتن عصام الحضري المختلفة تماما عن أي لاعب أنهى مسيرته في النادي الأهلي. نشوف الفيديو ده ونرجع تاني. أنا راجل بدور على حقوق النادي الأهلي، ويمكن أنا سبت حقي في نادي سويسرا وقلت النادي الأهلي لازم ياخد حقه تالت ومتلم. مين اللي ساعدك عودتك يا كابتن عصام؟ عودتك أبويا اتكلم يا مجد. مين كلمك؟ مين اللي ساعدك؟ النادي الأهلي بيعطيني لأن أنا بحب النادي الأهلي، وزي ما قلت قبل كده أنا بعد كأس الأهلي كلها. الحاجة الثانية والأخيرة يا جماعة، حضري أنا بقول بحترم مجلس إدارة النادي الأهلي وأخطأت ومتقبل أي قرار أو أي عقاب. خلينا بهدوء كده. الكابتن عصام الحضري بعد أمم أفريقيا 2008 حققنا البطولة، حضرنا حفل التكريم مباراة بين النادي الأهلي والمصري. الكابتن عصام الحضري بسبوره لسه معاه، راجع من أمم أفريقيا 2008 أفضل حارس في البطولة، حققنا البطولة بشكل مثالي جدا. فجأة الكابتن عصام الحضري مش موجود. الكابتن عصام الحضري هرب خارج مصر عشان عمره تجاوز ال 28، ووقتها كان في لوائح الفيفا إن أنت لو تخطيت 28 سنة وتخطيت عامين من عقدك الحالي مع النادي تقدر تفسخ عقدك. ارتكن للقصة دي وسافر سويسرا. بعض أصدقائه نصحوه إن بلاش النهاية دي، فكابتن احمد شوبير جابه قبل اللقطه دي بيوم وقال له ان انت راجع مصر. قال له انا فعلا راجع مصر، راجع بعد ما فريق او سيون حط الفلوس في حسابي البنكي، وانا راجع عشان خاطر النادي الاهلي ومتقبل اي عقوبه. وده اللي اكده اول لما وصل للمطار، اعتذاره لمجلس اداره النادي الاهلي وتقبله لاي عقوبه. اذا انت يا كابتن عصام على كلامك، اذا كنت انت صادق فيه كنت راجع تتلقى عقوبه. اللي حصل ايه؟ ما انت اكيد مش هتعدي في عقوبه. تم عقاب الكابتن عصام الحضري 3 اسابيع 21 يوم. الحوار ده كان يوم 28 فبراير، 3 اسابيع وغرامه 250,000 جنيه. اعتقد الثلاث اسابيع ممكن ما كانتش معضله قوي عند الكابتن عصام الحضري بقدر ان الغرامه بالنسبه له كانت كبيره 250,000 جنيه. لكن الكابتن عصام الحضري كان راجع بسيناريو مختلف تماما. ايه هو السيناريو؟ كان بيتدرب بشكل منفصل، فجاب كاميرا تصوره داخل النادي الاهلي وهو بيتدرب بشكل منفصل عشان يقدم ده في شكوته ضد النادي الاهلي. لاعب بيشتكي النادي الاهلي في الفيفا، هل ده لاعب تحطه مع لاعبين انهوا مسيرتهم بشكل خاطئ مع النادي الاهلي، ولا ده لانه عمل حاجه مختلفه تماما صعبه جدا لازم يتحط في مكان خاص بيه لوحده؟ مع كامل الاحترام والتقدير لموهبته كحارس مرمى اضاف للنادي الاهلي كتير، والنادي الاهلي اضاف له الاكثر والاكثر. خد الشكوى دي وبعتها، ومش كده وبس، يوم 20 بالظبط يوم انتهاء العقوبه كان بيوقع رغبه للعب لنادي سيون، وسافر لعب في نادي سيون، وكان رد فعله على النادي الاهلي زي ما هتسمعوا حضراتكم بالظبط في مداخله مع الكابتن احمد شوبير كان ضيف فيها الكابتن عادل القيعي. قال انا استغربت لما قال 400,000 دولار وبصيت، كنت منتظر ان عصام يقول ده لا يليق بها على الاطلاق. فوجئت ان عصام بيقول لا، ان هو شبه موافق، وقال ان انا ممكن ازودهم لمليون بالاضافه الى 50%. قال انا عرضت على الكابتن حسن حمدي وعرضت على الكابتن الخطيب والناس كلموك، وبعدين الكابتن حسام البدري تاني يوم كان في مباراه المصري وقال ان هو اقنعك ان انت تنتظر. الراجل قال كمان لو عصام الحضري ايقافه هيضر منتخب مصر ده انا امسك علم واجري واجيبه عشان يلعب اذا كان تاهلنا لكاس العالم عن طريق عصام الحضري. اكثر من كده كلام ايه محترم؟ اتفضل بقى يا عصام. بعد اذنك يا شوبير، كل ده كلام قدام منظر قدام الناس. هم اول نادي في مصر النادي الاهلي، لو عايز يذبح عصام الحضري هيذبح عصام الحضري، وان شاء الله مش هيقدر يتكلم مع عصام الحضري في حاجه، وانا بقولها لك كده لان كل واحد عندك بيبص لمصلحته. وانت تعرف كده يا كابتن شوبير؟ انا اعرف كده ازاي؟ انت تعرف كده يعني كل واحد بيبص لمصلحته يا اخي. ما تبص لمصلحتك، هم الناس ما اختلفوش على مصلحتك ولا مصلحه النادي. هم من امتى شهر طلعوا موضوع الايقاف النادي الاهلي؟ وانا بقولها لك كده. وانت زي ما انت قلت عايز اذكر شويه، انت دلوقتي عامل استطلاع ان عصام الحضري يلعب منتخب مصر ولا هيلعب منتخب مصر، لان ما فيش حد يقدر يقول اللي هو اللي يقول الكابتن حسن شحاته. ما فيش حد يقول، وهلعب لمنتخب مصر غصب عن التخين. التخين اللي هو مين؟ اي حد في مصر. انت عصام في سويسرا ولا في مصر؟ لا انا في مصر، موجود في مصر. طب انت بتتمرن دلوقتي؟ بتمرن، وان شاء الله مسافر بعد بكره ان شاء الله يا كابتن شوبير. راجع سويسرا خلاص؟ خلص يا كابتن شوبير. الحمد لله. المشكله خلصت هناك؟ الحمد لله خلصت. ده كابتن عصام الحضري وهو بيتكلم عن قيمه وقامه كبيره جدا. الكابتن او الباشمهندس عادل القيعي
مدير التعاقدات في النادي الاهلي اللي وقتها لما جاله عقد لعصام الحضري من سيون ب 400,000 دولار لافضل حارس في افريقيا، ازاي النادي الاهلي يعترض؟ ازاي النادي الاهلي يتدخل؟ ازاي النادي الاهلي يعمل كل ده؟ ولما اتقال انا هلعب في منتخب مصر قال هلعب غصب عن التخين، وبيتكلم عن النادي الاهلي بصيغه وبشكل انا اسف سيء جدا ما يصحش يتكلم فيه عن النادي الاهلي، خاصه النادي الاهلي ده هو اللي عمل عصام الحضري، هو اللي خيره على عصام الحضري، هو اللي خلى مصر تعرف يعني ايه حارس اسمه عصام الحضري، بل خلى افريقيا تعرف يعني ايه في حارس اسمه عصام الحضري بعد ما الاهلي جابه من دمياط، مع كامل احترام والتقدير لفريق دمياط. لكن الحوار ده كان في 2009، رجع بكى عصام الحضري بالظبط في 2010. ليه؟ مش عشان النادي الاهلي كان قوي بس، لان هو كمان كان موقفه مخزي، موقفه ضعيف، وعشان كده جماهير النادي الاهلي قابلته في المباراه اللي بعدها على طول وقالت دموع في عيون وقحه. دي كانت قصه الكابتن عصام الحضري مع النادي الاهلي اللي ما ينفعش ابدا يتحط في مقارنات مع اي لاعب تاني. كل التقدير والاحترام لتاريخ كابتن عصام الحضري كحارس مرمى، انا شايفه رقم واحد في تاريخ مصر، لكن على مستوى النادي الاهلي وتعامله مع النادي الاهلي كان هو المخطئ من رأسه لقدميه. دي كانت قضية عصام الحضري. اعتقد عندنا قضية تانية يا فارس ننتقل فيها، وفكرة بقى الوفاء. فكرة الوفاء، وانت قلت جملة يا احمد، ما ينفعش النادي الاهلي يتقارن مع حد، احنا ده اللي هنبدأ بيه. ترى في نادي الزمالك ما ترى، تراه الفريق اللي جمهوره اكثر وفاء على مستوى العالم، تشوفه زي ما انت عايز، ولكن ما تحطش جمهور النادي الاهلي في جملة مفيدة. استاذ صبحي عبد السلام وهو صحفي كبير كان له تصريحات الاسبوع ده، نشوف الفيديو ونرجع نعقب عليها. وفريقنا الزمالك ما بصوش على بطولات، وبصوش زي ما بتقول حضرتك بالظبط. لا 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 لا، انا بقول لك جمهور الزمالك جمهور نوعيه خاصه جدا، والله لا بجامله وانا بنافق لما اقول انه اعظم جماهير في العالم، زي ما قال اكتر من محلل واكتر من شخصيه قبل كده. يعني خليني اقول لك ان جمهور الزمالك جمهور مختلف، مش جماهير عاديه، مش جماهير كوره، مش جماهير بتروح ورا البطوله. انا بقول اي فريق في العالم هيصادفوا هذه الحروب وهذا سوء حظ اللي بيحصل لنادي الزمالك، اعتقد جماهيره هتعزف ومش هتروح المدرجات، وده حصل في فترات سابقه حتى مع النادي الاهلي، لما مر بظروف صعبه في بدايه التسعينات وبدايه الالفيه الثانيه الجماهير ما كانتش بتروح المدرجات، لان الاهلي كان سيء. الزمالك بقى كلما كان سيئا كلما التفت جماهيره حوله، وهنا اللغز. عشان كده بقول لك قماشه جماهير الزمالك تختلف عن قماشه اي جماهير ثاني، مع الاحترام طبعا لكل جماهير كره القدم المصريه، لكل الانديه بكل انتماءاتها. لكن الزمالك جماهيره في حته تانيه خالص خالص. لا طبعا، وزواقه يا صبحي. ما هو انت المشكله انها زواقه، ما هي الكارثه انها مش بتقبل. خدها قاعده في العالم، امتى المنتمي او المشجع او المسؤول يلجا لافكار وهميه يحقق بيها انتصار زائف؟ لما يغيب الانتصار الحقيقي، الانجاز الحقيقي غيابه هو اللي بيدخلنا في مقارنات زي جمهور الزمالك اوفى من جمهور النادي الاهلي. منطق غريب وفضفاض وملوش اي حيثيه. احنا بنتكلم عن جمهور نادي زي ليفربول من موسم 89 90 30 سنه ما بيحققش لقب البريمير ليج بمسماها القديم او الحديث، وجمهوره هو من اكثر الجمهور على مستوى العالم في متوسط الحضور. ساعه استاد ليفربول حوالي 55,000، الجمهور بيحضر بمتوسط يقترب من 54,000. جمهور كان فريقه هو له اليد العليا في الألقاب وغاب لمدة 30 سنة ووراه. بنتكلم عن فريق زي رينجرز في اسكتلندا، هبط للدرجة الرابعة وجمهوره فضل معاه لحد ما رجع لمكانته الطبيعية. الإسماعيلي اللي حقق أول بطولة ترتو فيها تعثر كتير جدا وجمهوره ما شفناش جمهور من جمهور الاسماعيلي شجع نادي تاني. اذا كنت تتحدث عن الوفاء، ازاي تقول هو جمهور الزمالك اوفى جمهور؟ ازاي تحتكر على فريق ما او مجموعه ما هو اللقب ده؟ فكره شعارات فضفاضه. كل جمهور الاسماعيلي ده نقول له ايه بعد السنين دي كلها؟ وعلى الاقل انت بتحقق نسبه من الالقاب. جمهور الاسماعيلي نرجع بقى لفكره تانيه، الاقي بيتقال ايه الكره الجميله اللي نادي الزمالك بيلعبها، كلها مصطلحات وهميه. هنرجع بيكم للتاريخ ومن الحاضر، وكلها ردود على لسانكم عشان نعرفكم ان كل ده ما هو الا استبدال لفكره ان انا ما عنديش انجاز حقيقي اتفاخر بيه فبقول كلام مرسل. لا انت خصيت مانشستر يونايتد،
نفس القصه كان فريق عظيم وهو اللي له اليد العليا وانت طبعا الناس اللي بتحب مانشستر يونايتد في تلميح انا مش عايز اعديها لك كبوة يعني كبوة صغيره ان شاء الله كبوة طولت قوي بس انتوا قدموه لا لا كبوة كبوة صدق حتى هنا في مصر كمان جماهير انديه انت لو تعرفوا غزل المحله كان في التسعينات هو ثالث الدوري غزل المحله بيلعب درجه ثانيه دلوقتي اكتر ما بيلعب درجه اولى ومع ذلك جماهير غزل المحله ما غيرتش انتمائها المنصوره فريق المنصوره نفس القصه ما غيروش انتمائهم الاتحاد السكندري لو نزل جماهيره معاه ففكره ان انت بتتكلم عن ان لما بتخسر فجمهورك بيزيد وان ده انجاز هو وارد انت تحسبه انجاز فريق الترسانه برضه عشان بس بيقولوا لي في الاربيس الترسانه فالترسانه برضه الشواكيش بالمناسبه الترسانه ده كان ممكن يكون هو القطب الثاني لكن حظه كان وحش ان محمد حيدر كان بيشجع نادي الزمالك لكن ده موجود في كل انديه العالم مفيش حد بيغير انتمائه ابدا بفكره البطولات ومفيش حد بيطلع يزايد بالفكره دي لكن انت من حقك تزايد بس لو الكلام ده بالفعل حقيقي لو بالفعل لما بتخسر البطولات جمهور الزمالك بيزيد لو بالفعل انت شعار مش قصه كان بطوله ده عشق من الطفوله اللي بتستخدمه مع النادي الاهلي لكن لما تيجي تكلم جماهير الاسماعيلي بتقول له انت عندك كام بطوله لو الكلام ده حقيقي كنا خلاص عدينا الكلام اللي انت قلته استاذ صبحي لكن الحقيقه لما تسمع ان الكلام ده اصلا مش حقيقي وتاريخه اصلا مش واقعي وخاصه كمان وانت بتتكلم عن النادي الاهلي اللي لو فقد بطولات جماهيره بتغيب لا تعالى نسمعك رئيس نادي الزمالك ورمز